بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله المحمود على كل حال وفي كل حال، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هم هناك يعيشون في الظلام ليلا جياع وعطاش، لأنه لا يصل إليهم ماء ولا طعام ولا كهرباء هناك. وفجأة تأتي الضربة النارية العشوائية، تصيب الطفل والمرأة والشيوخ، تمزق الأجساد وتدمر البيوت على أهلها، والعالم يشهد ذلك ولا يتحرك لنصرة الأبرياء، بل يزيد هذه الفتنة بوقود أكاذيب وسائل الإعلام. أيها الإخوة في الله والأخوات، إن للاضطهاد سنن وصفها لنا القرآن، وهي تتكرر عبر التاريخ، إذ قال الله عز وجل: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. والمسلمون اليوم يضطهدون في الأرض في أكثر من بقعة، في تركستان الشرقية، وفي الهند والكشمير وغيرها من البلاد، رغبة في إبادتهم. ولكن الواضح في غزة رمز العزة أن هذه البشاعة تظهر للجميع، وتفضح الحضارات المزعومة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. نعم، إنما يحدث اليوم في غزة بيان واضح للجميع أن الصهيونية العالمية تسيطر على أكثر حكام الغرب وعلى وسائل الإعلام، وتصف الخير بأنه الشر والشر بأنه الخير، وتقلب الحقائق رغم ما نراه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ولقد مر 20 يوما منذ أن قام الكيان الصهيوني بضرب المدنيين في غزة. يبلغ عدد سكان قطاع غزة 2.4 مليون نسمة. قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7000 مدني، بينهم أكثر من 3000 طفل، وأكثر من 2000 امرأة. ومنذ 12 أكتوبر تم تسجيل 52 هجوما على المراكز الصحية، و26 هجوما على المستشفيات، ودمر القصف سيارات الإسعاف، ولم يعد هناك من يكفي لإبقاء الحاضنات قيد التشغيل للأطفال المولودين قبل الأوان، ولا توجد طريقة لإخلاء الجثث. إننا نواجه كارثة إنسانية وإبادة جماعية على نطاق لا يوصف. والسكوت عن الإبادة الجماعية التي تحدث الآن هو تواطؤ. لم يعد هناك كهرباء، ويتم إجراء العمليات الجراحية للمرضى والأطفال دون تخدير. هذا ليس صراعا، بل تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية. أيها الإخوة في الله والأخوات، أمام هذه الوحشية التي أظهرت للجميع ما هي حقيقة الصهيونية، على المسلم أن يتيقن أن النصر لا يأتي من الدول الغربية ولا من أكثر حكام العرب، ولكن النصر يأتي من الله عز وجل، وسيأتي بإذن الله ولو كره الكافرون. وللقرآن في ذلك توجيهات عظيمة تجعل المسلم لا ييأس أبدا. ففي آخر سورة البروج، بعد أن ذكر بطش فرعون وثمود، بين لنا خالقنا أن الظلم ليس له مستقبل،
بل هو إلى الزوال. قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أيها الإخوة في الله والأخوات، هذه الأمة لا تنهض من جديد إلا إذا عادت إلى كتابها. وفي النهاية لا يستطيع العدو المجرم أن يبدل هذا الدين، فكتابها محفوظ والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن ينصر أهل غزة وأن يفتح لشهدائها أبواب الجنة. اللهم أمين، اللهم أمين.